نحن الآن في المنطقة التي سقطت بها الطائرة المروحية التي كانت تقل عددا من المسؤولين الأوكرانيين وأودت بحياة وزير الداخلية الأوكراني وعددا من المسؤولين الأوكرانيين. صباح هذا اليوم أقلعت الطيارة من منطقة برافاري وسرعان ما سقطت في هذا الحي، سقطت على رياض للأطفال وأودت بحياة 6 من كبار المسؤولين الأوكرانيين على رأسهم وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول وأيضا مستشار الدولة للشؤون الداخلية. كذلك أيضا وفقا للمعلومات الأولية أدى سقوط هذه الطائرة إلى مقتل ما يقارب 18 شخصا من المدنيين الذين يقطنون في هذا الحي. وفقا للمعلومات الأولية السلطات الأوكرانية فتحت تحقيقا في هذا الحادث ووضعت 3 فرضيات لهذا الحادث، وهي الأولى ربما تكون انتهاك لقواعد السلامة، والثانية ربما تكون لسوء الأحوال الجوية، والثالثة ربما تكون عملا تخريبيا. لكن إلى حد هذه اللحظة لا يوجد معلومات مؤكدة حول ملابسات هذا الحادث. أيضا السلطات الأوكرانية فرضت طوقا على هذا المكان في مدينة برافاري وباشرت في فتح التحقيق الذي أودى بحياة وزير الداخلية الأوكراني ونائبه الأول وأيضا مستشار الدولة للشؤون الداخلية عامل عروقي برافاري الغد.